من زمان واحنا بنحكي كنا بنضحك على الناس. نتكلم بقى شويه بالتفاصيل اكتر. انا ضد مشروع بهذه الاهميه يتقدم لنا بصفته مفاجاه. المفاجاه دي لما كنت داخل عليها بصينيه كنافه بالمانجا، لكن مشروع بالاهميه دي ايه بقى اللي يحصل؟ ما ينفعش، ممنوع، محرم الكلام في قناه السويس الا بعد استئذان الشعب المصري بكامله ومن خلال انتخابات حره غير مزوره. صح كده يا سياده الفريق، انت كده صح صراحه يعني، بس يا ريت يا سياده الفريق بقى نسمع صوتك دلوقتي، غير لو انت كنت اكتشفت ان قناه السويس مش مهمه ولا حاجه دلوقتي. لو مهمه نسمع صوتك بقى. ايام الرئيس مرسي قعدوا 6 اشهر بيحاولوا يقنعوا الناس بالمشروع، وكان رئيس الوزراء داير، كان رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل داير عمال يعمل مؤتمرات. اكتر مره شفته كان قدامه مره ميكروفون، وشكله يعني كان جايبه من بيتهم كمان، محدش كان بيسمع له. في المقابل هنا الفريق السيسي اعلن في سهره رومانسيه باسلوب عاطفي جدا، انا يا جماعه عامل للشعب المصري مفاجاه، هخليها ان شاء الله تبقى مفاجاه جميله ليكم. وبعدين خطب لنا خطبه ساعه الا ربع ولا حاجه، وبعدين نزل خد الفاس وحفر. طب يا سياده المشير قلت لنا ليه بقى؟ كنت خلصت المشروع وقلت لنا انا عملت لكم مفاجاه تعالوا اتفرجوا عليها، يعني طالما احنا ملناش اهميه خالص كده. انا عايز 100 مليار جنيه. صح، سوري، ما انت عاوز مننا 100 مليار على جنب، خلاص ماشي. يا سياده المشير، مش معنى ان انت وطاقم الالاتيه اللي معاك وفقتوا وحققتوا نجاح في موضوع علاج الايدز عن طريق الكفته ان انت تتغر بقى وتفتكر ان كل مره هتحققوا النجاح ده وتحافظوا على السمعه الطيبه على مستوى العالم اللي انتوا اكتسبتوها، ممكن يا اخي المره دي تغلطوا. طيب احنا قلنا نبعد عن الطريقه دي، مش مشكله، انا اسف. انا عاوز اقول يا سياده المشير، مشروع بالاهميه دي احنا عاوزين فيه راي علماء محترمين، وحطوا تحت محترمين دي نقطه، عشان احنا تصدر لنا في مشروع معالجه الايدز ناس على اساس ان هم علماء محترمين، وبعدين لازم يكونوا علماء في الامان، يعني ما يكونش عليه ضغط. عارفين طبعا القضاء بتاعنا في اقصى درجات شموخه، العالم كله بيتكلم قد ايه القضاء بتاعنا كويس. فممكن انا كعالم الصبح، طبعا مش انا يعني، اشوف ان قناه السويس ده مشروع وحش، يطلع في دماغي العصر ان انا اتاجر في المخدرات واخد مؤبد، فواحد يكون في الامان. ده مهم جدا، ومحدش يقول ان في دراسات خالص. الحمد لله قبل ما اسجل الناس وهي بتحفر لقوا في ميه على بعد 7 متر، دي ماساه طبعا لاي واحد. انت لو عندك قريب مهندس اساله يا جماعه ما تعملش جسات، الجسه دي ب 500 جنيه، يعني ما فيش ريحه ام دراسات اتحطت في الموضوع ده خالص مطلقا. فاحنا كنا نرجو ان الموضوع ياخد وقته، دي اول حاجه اعتقد دي ما تزعلش حتى مؤيدي الفريق السيسي. بعد كده لما الاقي ايام الرئيس مرسي ان الجيش والشرطه والاعلام والقضاء والازهر بيتدخلوا في المشروع، خد بالكوا يا جماعه الازهر اخر مره اتدخل في حاجه زي كده كان ايام الحمله الفرنسيه، وفجاه الناس دي اللي احنا كلنا عارفين الزرار بتاعهم مع مين، من حقي ان انا اقلق، ومفروض انت كمان تقلق. مشروع الرئيس مرسي في عجاله كده اللي كان مقدمه بيتكلم عن تعظيم الاستفاده من مجرى قناه السويس اللي هو موجود فعلا، عن طريق بقى عمل صناعات خفيفه وخدمه سفن وخدمات لوجستيه، محدش يسالني طبعا لوجستيه يعني ايه، هي حاجه حلوه طبعا، ومناطق حره واسواق مال، حاجه كده زي دبي بس طبعا على اكبر بكتير، نظرا لتميز موقع قناه السويس بكتير جدا عن موقع دبي. مشروع الفريق السيسي بيتكلم بشكل عام سريع عن برضو تعظيم الاستفاده من قناه السويس، بس طبعا لا الاسلوب نقدر نتبعه ولا نظام الفريق السيسي ممكن ان انت تحاسبه، ومفيش حد يحاسب. وبعدين الفريق السيسي دخل لنا في موضوع ان احنا نحفر قناه جديده، دي ما كانتش موجوده في اي مشروع قبل كده. طيب هل من المنطقي ان انت لما يكون عندك مشروع زي قناه السويس وممكن يضاعف الدخل بتاعه 10 مرات زي ما انت بتقول وزي ده ما بيقول، ان انت تفتح في مشروع ثاني وتقول انا عاوز 100 مليار؟ هتفتح في مشروع ثاني وانت عمال تقول لنا مفيش، ما عنديش، ما تمسكنيش، ما تثبتنيش، كلام مش منطقي. لكن مش هو ده برضه مربط الفرس بالنسبه لي. نتكلم بصراحه، انا شايف ان دور الامارات في مصر كان دور سيء جدا، وانت شايف ان دور الامارات في مصر كان دور مشرف جدا، بس انا وانت لو مش هنستهبل يعني شايفين ان مشروع قناه السويس لو نجح واتعمل صح هيضر بالامارات، فكون الامارات بتدعم هذا النظام وفي الوقت ده مفروض يدي علامه خطر ليا وليك. الخوف ان حفر القناة الجديدة اللي بنتكلم عليها دي اللي احنا مش عارفين طبعا، مفيش سبب مقنع علمي اتناقش مع حد يثبتها، يثبت فايدتها، يكون الغرض منها والغرض من بعض المشروعات اللي احنا مش فاهمينها دي هو اهلاك المساحات حوالين قناة السويس لمنع وجود اي تنمية حقيقية بعد كده. وفي المناسبة دي انا بقول من منبر الصغير ده وبدعو كل زملائي واي واحد قانوني ان هو يبرأنا كمصريين من هذا المشروع لو ثبت لي اي اضرار بعد كده في المستقبل، ملناش دعوة. لو طلع بيعطل تنمية ساعتها هندوس على كل الكلام ده، واحنا مش مرتبطين على فكرة باتفاقية سلطة مغتصبة ومجرمة في رأي منظمات حقوق الإنسان العالمية، لكن أنا بقول الكلام ده في حالة إن هو حد أثبت أو الأيام أثبتت إن ده مضر على مستقبل التنمية حوالين قناة السويس. ده شيء بصراحة بكلمه بمنتهى الأمانة وبوضوح. تساؤل عندي برضه لما سيادة
سياده المشير يقول انت لو عرفت تاخد مني جنيه انا مش بفرح، دي حاجه ما تساعدناش، ده بتنم عن قمه الجهل والسطحيه. انت لما بتعمل مشروع بالحجم ده اول حاجه بعد الدراسات انت بتحاول تعرف هتجيب مصاريفه منين. يا جماعه بنعمل مشروع قناه السويس، مش ناويين نعمل عربيه كبده. لما برضو بنقول ان المشروع ده هيكون اسهمه مصريه عشان يمتلكوا المصريين فده شيء كويس جدا، لكن برضو في جانب تاني ان مفيش اي دوله او بنك او هيئه استثماريه هتدفع فلوسها في مشروع ملهوش دراسه جدوى، ملوش دراسه اساسا، واظن المايه اللي طلعت من تحت اكبر دليل على كده. في النهايه دي تساؤلات مفروض انا بقولها وانت يا مؤيد للسيسي بتقولها، ومفروض كنا من البدايه خالص يبقى فيه شفافيه، ومفروض يكون الموضوع قبل ما يتضرب فيه فاس زي ما بيقولوا يعني. كان حد سالنا عليها يا جماعه عشان قناه السويس دي بتاعتنا كلنا مش بتاعت حد، وسالنا عليها عشان احنا مفروض ادميين ما احناش مواشي. مع قناه السويس كفكره مش عشان هي زي ما يعني تحدثت كده وقلت ان هي خطوه من الف خطوه صحيح، وحوريكم انها فكره لو بس كان الهدف منها، لو كان الهدف منها فقط ان يجمع المصريين ويرفع روحهم المعنوية ونشوف قد ايه كل الناس فرحت، ده في حد ذاته كان تمن مش كتير على ان 90 مليون مصري يفرحوا ويطمنوا. شوفوا بقى احنا ما كناش بنكذب، جابوا كلام